بعد سقوط النظام عام 2003 نزح عدد من ضباط الجيش العراقي السابق تاركين منازلهم خلفهم هنا وسط مدينة بعقوبة، وبالتحديد منطقة دور الضباط. استغل عدد من الأهالي المنازل بحجة الفقر والحاجة، إلا أن هذه الأراضي والمنازل عائدة إلى وزارة الدفاع ولم تستطع أي عائلة تملكها. صار السقوط، فالعالم جتي قعدت بيها من ماكو من الماكو. هذه الأراضي والبدور تابعة للدفاع، خط احمر ما حيتقرب عليه، زين احنا ظلينا حيرين لا للسمن ولا للقع. ردنا خدمات للمنطقه، مجاري، تبليط، يا دائره تروح عليها، للمحافظه تروح يقول لك والله احنا ما لنا علاقه، هاي للدفاع. وكباقي المناطق في محافظه ديالى تعاني هذه الدور من نقص الخدمات وتراكم النفايات، رغم انها ضمن حدود البلديه، لان الخلافات والصراعات بين الوزارات على عائديه الارض وشاغلها تجعل منها مناطق منسية ومعدومة، وتجعل الخوف يلاحق أهلها في حال طالبوا بحقوقهم. بس خدمات معدومة ودور وشقق، خدمات معدومة وتمليك ماكو. جتنا قبل فترة انطونا سندات هيك، قالوا هاي ما التمليك، ولحد الان كل شيء ما تبين. نطلب من وزير الدفاع ونطلب من رئاسة الوزراء ونطلب من وزير المالية بتمليك هاي الدور، لان احنا ناس تعبانين وما عندنا يعني ما عندنا امكانيه ناجر، ونطلب منهم خدمات وتمليك. عضو مجلس محافظة ديالى والقيادية بالمشروع العربي نجاة الطائي كشفت لقناة الفلوجة ان وزير الدفاع وافق على تمليك هذه الدور لساكنيها، وهناك لجان مختصة ستباشر بإجراءات التمليك في الأيام القادمة. ما قابلت السيد معالي وزير الدفاع المشكور، طبعا استقبلنا برحابة صدر وهو من الداعمين إلى التمليك، وأمر فورا بتمليك الدور لشاغلية حسب قرار 198. من محافظة ديالى عمر العبيدي، قناة الفلوجة.